استقبل معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمكتبه في وزارة الدفاع اليوم الأربعاء عددا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى دولة الكويت كلا على حدة، سفير دولة قطر علي بن عبد الله آل محمود، وسفير جمهورية تونس محمد البودالي، وسفير جمهورية التشيك ياروسلاف سيرو، وسفير جمهورية اليمن علي منصور بن سفا. تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المتبادل، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والعمل الجماعي المشترك بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة، لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب الدفاعية والأمنية، كما تم استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.